أكيد إحنا سعداء جدا ومستغربين صراحة من وجودك كرئيس الجمعية التعاونية. فزتي بانتخابات ولا من خلال الشؤون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء ما في شيء ممكن نستغربه في دولتنا الكويت، دولة الديمقراطية واللي المرأة أخذت حقها فيها تقريبا كل حقوقها ودخلت كل المجالات الوظيفية المختلفة بما فيها العسكري. بالنسبة لي أنا طبعا دشيت مجال الجمعية التعاونية أو مجال العمل التعاوني من خلال الانتخابات، رشحت نفسي ونجحت في أو في الانتخابات الحمد لله. هذا بعد أقوى شيء. ما شفت شلون أنا هاي ناطرتها أنا ناطرة. في الفترة الأولى كانت انتخابات 2014 كنت عضو وتم اختيار رئيسة لجنة المشتريات. في التشكيل الثاني 2015 تم اختياري من قبل إخواني أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية رئيس مجلس إدارة. الفترة الثانية اللي هي كانت شهر 2/2/16 تم اختياري لفترة ثانية رئيسة مجلس إدارة. شلون قدرتي تقنعين؟ يعني تعرفين احنا مجتمع ذكوري، لكن انك انت تكونين اول رئيسة لجمعية تعاونية، والجمعية التعاونية كلها ما شاء الله يعني انتخاباتها دائما ريايل يعني، او انك تترئسينهم قرارات اجتماعات، شلون قدرتي تدخلين هالمجال هذا وتقنعينهم فيك؟ الحمد لله الرجل الكويتي يتميز بعقلية مفتوحة وثقافة عالية ما شفت فيها صعوبة. يعني أنا حتى دخولي في مجال الانتخابات والعمل التعاوني بناء على فكرة من أخوي، هو اللي عرض علي الفكرة كان داعم وعرضها في الأخوان في المنطقة، وما شاء الله عليهم كلهم أيدوا ورحبوا وقفوا معي وقفة أنا أشكرهم عليها. تحية لأخوك يعني عشان تعرفين غادة أنه مو بس وراء كل رجل عظيم امرأة، أنت قلبتي الآية وراء كل امرأة رجل عظيم بالفعل. أختي شيمة، لما نتكلم عن مجتمع ذكوري وكذي، الجمعيات التعاونية يعني تشمل المنطقة بصورة عامة وفيها خدمات اجتماعية مهمة، وجود امرأة على رأس هذا الكيان الاجتماعي أيضا يعطيه زيادة، يعطيه يعني إيجابية أكثر، لأن المرأة تكون عارفة أكثر لمتطلبات صحيح. الأسرة الكويتية صحيح. هي طبعا دائما المرأة اللي هي لمستها الأنثوية تضفيها على كل مجال أو كل مكان تكون فيه. طبعا يمكن هذا الشغلة وجودي كأنثى صار نفس صمام الأمان في الجمعية. أول شيء في الاجتماعات المجلس الإدارة الإخوان كلهم، إحنا طبعا 9 8 8 رجال وأنا الوحيدة بينهم، لابد أن تحصل في مناوشات في، لكن وجودي كامرأة بينهم يجعل في نوع من زيادة الاحترام بينهم، وحتى لو صارت مشكلة الحمد لله فضل رب العالمين قادرة أني أنا أحلها في لمسة الأنوثة، في طبيعة الأمومة، في طبيعة المرأة، الهدوء والتفاهم، عدم التسرع في القرارات، السماع لجميع الأطراف، محاولة بأي طريقة أني أحل الخلاف بحيث أنه ما يتشعب وما يكبر. طيب بما ذكرتي أنه يعني هذا الشيء انت حسنتي بمنصبك هذا، شلون قادره تنسقين ما بين شغلك وما بين بيتك وحياتك يعني والتخطيط لقدام؟ احنا يمكن العمل التعاوني وايد قاعد نلاقي فيه صعوبة، لكن الحمد لله اللي يقدر ينظم وقته. يعني احنا اول شيء قاعد نشتغل بالإضافة إلى عملنا في الحكومة، أنا يعني أشتغل في وزارة الكهرباء. نعم. أطلع الصبح أحيانا الساعة 7 أمر الجمعية ساعة وبعدين أروح دوامي، بعد ما أخلص الدوام الساعة 2 أرجع الجمعية إذا في شيء يبون لي للبيت أساس أنه ما يتعطل. لكن الحمد لله أنا بالنسبة لي أولادي الله يحفظهم كلهم كبار، 2 منهم يدرسون برا والبنت موجودة عندي، بالعكس هم قاعد يدعموني ويساعدوني، وحتى لما أتضايق من شيء لا ماما خلي أنت قدوة لنا، أنت لا تتضايجين لا يعني. فالحمد لله قادرة أوفق بين، بالإضافة ترى في دراسة أنا قاعدة أحضر دكتوراه حاليا، ما شاء الله ما شاء الله. فالحمد لله الله يعني أعطاني القدرة أني أنا أوفق بين كل الصوريات. وما شاء الله عليك بعد أختي شيمة، أنت بعد عندك موهبة
موهبة كتابة الشعر. نعم. هذا يضاف أيضا لمواصفاتك. يعني أنت امرأة فوق العادة نقدر نقول. والله الحمد لله، هذه نعمة من رب العالمين، وأنا أشكر وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري لما رست في مقابلة معه. أول شيء قال لي حي الله المرأة الحديدية، قولي أنا مسميك المرأة الحديدية. طبعا استعرنا هذا اللقب معروفة في مارغريت تاتشر، بس شرف لي أن لقبت في هذا اللقب من يعني شخص يعتبر على رأس الهرم التعاوني اللي هو وزارة الشؤون. بالنسبة للموهبة حتى مو بس كذي، لا هي خريجة حقوق، حقوق يعني قانونية، مو بس انها قانونية وشاعرة ورئيسة جمعية، يعني ما شاء الله الحمد لله فخر الكويتية. يحق لنا ان نفخر بالكويت اللي اعطتنا هالفرصة هذه وطلعتني في المجال هذا او في المجالات المختلفة. نعم جميل جدا، بس عاد احنا ما راح نخليك الا لازم تسمعينا شيء من ابياتك الشعرية معانا فرقة، بعد ممكن شوية تقسيم. هو اللقاء خاص بالعمل التعاوني يعني بالنسبة للشعر. ايش رايك؟ لان الاخوان طالبين يقولون لازم. الفكره ترى انا من زمان يعني تقريبا متوقفه عن الشغل. شيء بسيط لو بيتين حتى. ان شاء الله. الليل له طبعا مكانه خاصه عند الكل وبالذات الادباء سواء كتاب او شعراء، ففي قصيده في الليل. حلو، واحنا من اجمل الليالي ليالي الكويت. ليالي الكويت فعلا. الليل الليل له ربكة معاني تناديه، من عنفوانه كل نجمة تضمه، وانا عشقت الليل من عشق مغليه، مثلي تمر الليل وتلد يمه، الليل فيه من الخفاء سر نخفيه، ومن الورود الياسمين ونشمه، لو نعشقه ما نعشقه في مبادي، نعشق دجاه من الشتات ونلمه، فيها من كثر عشق الليل أناديه يمه. محسن سلامتكم. هذا شيء بسيط وسريع. نعم يعطيك ألف عافية صراحة. نرجع للعمل التعاوني، أتوقع وايد الحين من المشاهدين خصوصا من سكان منطقة شرق قاعد يقولون إن شاء الله عاد يكون الجمعية فيها تجديد وتنويع، وشنو الأشياء اللي ممكن تقدمينها لأهل المنطقة؟ والله إحنا يعني في لنا خطة، طبعا أنا وإخواني أعضاء مجلس الإدارة، في عندنا طبعا في إنجازات سويناها خلال السنة هذه، وفي خطط مستقبلية. الخطط المستقبلية عندنا نعمل الحين على توسيعة السوق المركزي وإضافة أنشطة غير الأنشطة الموجودة، زيادة فروع الاستثمار فيهم، بعد نعمل على أن نحصل نفتح فروع ثانية غير عن السوق المركزي، في تفكير وتخطيط لرحلة عمرة للمساهمين، في طبعا بعد اللي هي رحلة شاليهات إن شاء الله هم قاعد نعد لها. في إنجازات طبعا سويناها، كان في حفلة المتفوقين مهرجان تسوق عملناه في شهر 12 يعني، وإن شاء الله الله يقدرنا. إحنا قاعد نحاول أن نخدم المساهمين لأن ما نحطينا إلا لخدمتهم، لكن يعذرونا لأن إحنا محكومين في لوائح وقرارات الشؤون، يمكن المساهم ما يعرف احنا ايش كثر نعاني. وكل شيء ان هي عقبات حتى هي يعني تنحط تحت ضغط مقارنه بالمنصب هذا، يعني المنصب هذا لذكور طبعا معروف هالشيء يعني، وخاصه انت جيتي كامراه فالعين عليك، فانه شو راح تقدمين انت يعني بهالمنصب، انه انت امام تحدي. هو تحدي كبير، العمل التعاوني بحد ذاته تحدي كبير، ويمكن أكبر تحدي إحنا قاعدين مثل ما قلت وزارة الشؤون، لأن أنا صراحة يمكن أعتب على وزارة الشؤون إن هي مظلة الجمعيات التعاونية. نعم. لكن ما قاعد نشوف منها المساعدة، يعني أنا يوم الخميس يمكن من الصبح لساعة 10 بس أبي أقابل مسؤول علشان في عندنا مشاكل ومعاناة للجمعية أو للعمل التعاوني، مو بس أنا يمكن كل الأخوان رؤساء الجمعيات. نعم. قاعد يعانون الشيء هذا. طبعا في تعاونيين دخلوا المجال ما عندهم أي فكرة، كان المفروض على وزارة الشؤون أنها تعمل دورات، يعني مثلا عندك آلية الشراء المباشر للخضار، هم الشؤون هدفها أنه تسهل على المساهم ويشتري الخضار والفاكهة بأرخص الأسعار. أعطونا تعميم لكن ما في ما عرفنا شلون نطبقه، ما نشرح لنا يعني أنا اللي عشان أطبقه ولا، وفي إنذار يعني لازم تطبقه ولا أنت لك في إجراءات تتخذ ضد الجمعية.
يعني انا عشان اطبقه حددوا لنا شركات معينه، رحت لها واحده واحده، حضرت المزاد، يعني انا المراه الوحيده بين الريايل عشان اعرف شلون اطبق والحمد لله فضل رب العالمين قدرت يعني اطبق. يعني نقص التوعيه تقصدين؟ إيه ما في توعيه فعلا، يعني ما احنا تجربه العمل التعاوني الكويتي تجربه مميزه وقديمه، لكن مو كل واحد عنده اطلاع او فكره تامه. اوكي انا اقرا قانون، اقرا لوائح، لكن غير عن التطبيق. نعم. فهذا يعني المفروض ان الشؤون والاتحاد الجمعيات كلهم دور في هالامر هذا. انتم قدها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا طبعا نتمنى ان شاء الله ان المسؤولين في وزاره الشؤون يفتحون الابواب، خصوصا الجمعيات التعاونيه من اهم المراكز عندنا بالكويت واللي الاسره الكويتيه يعني احتكاكها فيها مباشر. أكيد. أكيد هذا أنا يعني من خلال قناة التلفزيون الكويت يا ليت يسمعون هالشيء هذا. يعني في ناس قاعدة تتوجه إلى القنوات الخاصة، أنا من حسن حظي وأحمد ربي وأشكره وأشكركم أنتوا إن صار لقائي في تلفزيون أكيد الكويت. وتلفزيون الكويت فاتح أبوابه طبعا للجميع، وشكواكم إن شاء الله تكون وصلت للمسؤولين. إن شاء الله نتمنى نشوفك إن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله. وعاد أكيد أهل شرق يقولون في عروض ولا ما في عروض؟ لا أكيد إن شاء الله شيء العروض يا غادة. إحنا الحين إن شاء الله في صدد رمضان، يا إيه رمضان دعم السلع الرمضانية وتوفيرها لهم إن شاء الله بأسعار مناسبة فيما تناول يدهم إن شاء الله. شكرا لك، وأنا أشكركم على هاللقاء، شكرا لحضورك، سعدت جدا في لقائي مع حبيبتي. شكرا لحضورك.